على لأنه صدق السيد المسيح عندما قال: ما جئت لأنقد بل لأكمل. نعم سيدي، فقد جئت لتكمل بتلك المعاني والتعاليم والأخلاق السامية التي نحتاج جميعا إليها دوما في السابق وحتى يومنا هذا. الجميع في مصر يتوسم وينشد لهذه البلد، لأرض هذه البلد، لمواطن هذه البلد، كل هذه القيم التي جئت لتكملها وليس لتنقضها. خلونا في البداية نقف مع بعض وقفة بسيطة جدا ونقول يعني إيه كلمة كاتدرائية؟ وهل كاتدرائية في العمارة المسيحية هي مكون يختلف عن الكنيسة؟ علشان كان في شوية جدل كده بسيط حوالين ما الفرق بين كاتدرائية العباسية وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح الجديدة في العاصمة الجديدة. أولا في العمارة الدينية يعني بداية كده هي بدأت من الكنائس الصغيرة اللي كانت في الكهوف ومن ثم تطورت بعد ذلك، فالأصل في الأمر هو الكنيسة، والكنيسة مثلها مثل الكاتدرائية، الفرق فقط في إن الكاتدرائية هي المكان اللي بيكون فيه جزء مخصص لإقامة البطرك يعني البابا، وإقامة البابا بتقتضي بعض الوظائف لأنه هو بيقوم على خدمة شعبه، وبالتالي بيكون ملحق بيها جزء إداري. في كل الكنائس بيكون فيه ده بس بشكل مصغر جدا لأنه أدواره بتكون محدودة لصالح الرعاية بتوع كل كنيسة، لكن في البطريركية لازم تكون المسألة أكبر من كده بكتير لأنها بتخدم على عدد أكبر. كتير من حضراتكم بيتخيل أن أول الكاتدرائية هي الكاتدرائية المرقصية في العباسية. هذا ليس بالأمر الصحيح أو الدقيق إنجاز التعبير، لأن الكاتدرائية الأولى لازم تكون في الكرسي الباباوي يعني في الإسكندرية. علشان كده تحديدا بطرسية الإسكندرية لا ينبغي تغييرها على الإطلاق، ومكانها ثابت ومكانها دائم، والمكان ده هو المكان اللي لما البابا بينتقل إلى الإسكندرية بيقيم فيه. البطرسية بتاعت الإسكندرية حملت اسم ماري مرقس الرسول لأنه هو من بشر بالمسيحية في مصر قادما من ليبيا، وعليه هذه هي القدم الأولى، ولذلك يطلق على الكرسي الباباوي المسيحي في مصر لازم نقول بطريرك الإسكندرية. ليه؟ لأن الإسكندرية هي الكرسي الأول أي المدخل الأول، وعليه في هذه الكنيسة في الإسكندرية لا يتغير موقعها. احنا اتفقنا ان كاتدرائية معناها زيها زي الكنيسة، ولكن المساحة بتكون اكبر والوظيفة بتاعتها بتكون اكبر واكتر لانها بتخدم على الشعب كله وليس فقط على شعبها المحيط بيها. كاتدرائية اول كاتدرائية في القاهرة في العاصمة بتاعتنا دي كانت كنيسة ماري مرقس في الأزبكية، لم تكن أبدا كاتدرائية العباسية كما يشاع. من كنيسة ماري مرقس اللي موجودة لحد دلوقتي في منطقة الأزبكية نشأت فكرة إقامة البطرك في القاهرة بعد الانتقال من الإسكندرية، وعلشان كده الكلام ده كان في 1800 والكنيسة دي في بدايتها في بداية نشأتها كان عندها تاريخ لطيف جدا لازم نعرفه. الأول المعلم إبراهيم الجوهري هو اللي أنشأ ماري مرقس في الأزبكية اللي هي الصورة اللي قدام حضراتكم، والحقيقة أن هي كانت منحة من السلطان العثماني، لكن بمجرد ما خد الصك بإنشائها لم يستطع أن يكمل بنائها على حياته، واستكملها بعده أخوه المعلم جرجس. الأرض اللي بنيت عليها هذه الكنيسة كانت للمعلم مالطي. الكنيسة دي أو الكاتدرائية الصغيرة دي في البداية كانت محل إقامة البابا مرقس الثامن، ودي كانت بتأتي بعد الإقامة في حارة الروم حيث تم نقل الكرسي المرقسي إليها. الحقيقة أنه هذه الكنيسة الصغيرة عندما تحولت إلى كاتدرائية لم تستطع أن تصمد كثيرا لأن مساحتها كانت ضيقة والبناء لم يكن بناء قويا بصورة كافية، لحد ما البابا كيرلس الرابع
أمر بهدم هذه الكاتدرائية، والأمر ده صدر في عهد البابا كيرلس الرابع علشان زي ما قلنا ضيق المساحة وضعف المعمار، وكمان كان في تهديد بانهيارها. تم وضع حجر الأساس الجديد لنفس هذه الكاتدرائية، يعني ما زلنا في الأزبكية، يوم 6 مايو 1858، ومات أثناء عملية البناء وتم استكمالها فيما بعد. بقيت هذه الكاتدرائية في منطقة الأزبكية لحد ما بدأ البابا كيرلس الخامس أعماله الإصلاحية باستكمالها، ويعني يوجد فيها جثمان البابا كيرلس السادس، والحقيقة يعني سكنها عدد من الرهبان. مهم جدا جدا إن احنا نعرف إنه من الأزبكية تم الانتقال إلى العباسية لإقامة هذه الكاتدرائية الكبيرة، وبالتالي هي الكاتدرائية الثانية في القاهرة. طيب خلونا سريعا نروح لأسقف المنيا وأبو قرقاص نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس. يعني طيب لحد دلوقتي التليفون مش معانا، خلوني أكمل مع حضراتكم لأن اللي بنقوله ده مهم جدا. بعدها بدأ التفكير في الخروج من الأزبكية للعباسية، وفي العباسية كان الخروج الأول، علشان كده تعالوا نحكي الحكاية زي ما بدأناها مع بعض. لو كان السيد المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل، يبقى ده معناها بالظبط كده انه هو جاي علشان يكمل اللي بدأوا كل أهل الخير اللي كانوا موجودين وكل الرسل والمبعوثين اللي كانوا موجودين. علشان كده مهم جدا نعرف انه بلدنا دي ليه طول الوقت بنقول عليها محمية، وليه طول الوقت بنقول انها عندها ما يميزها وما يخصها. لو حبينا نحكي مع بعض الحكاية علشان ما تكونش مجرد كلام، عايزة أقول لحضراتكم أنه مصر طول عمرها بتمشي بقدميها، وقدميها دول هم عنصري الأمة، يعني المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين، لأن الكلمة اللي اتعلمناها كلنا من 30 يونيو بتقول مصر لكل أبنائها. خلوني أقول لحضراتكم أن الكاتدرائيات هي المعمار الديني، لكن الحكاية ما هيش حجارة وما هيش جدران بس، الحكاية فينا إحنا، فينا إحنا المصريين. علشان كده تعالوا وإحنا بنحيي عيد الميلاد المجيد نتذكر معا بعد كاتدرائية الأزبكية الكاتدرائية الأكبر، وهي اللي موجودة في العباسية. والكاتدرائية دي الحقيقة تم خروجها للنور مع يعني قرار الرئيس عبد الناصر اللي تبرع فيه وقتها بعدة آلاف من حسابه الشخصي لبناء كاتدرائية العباسية، ووضع حجر أساس البناء لهذه الكاتدرائية سنة 1965، وده كان أثناء احتفالات الثورة، ذكرى ثورة 52. مسيحي طواق لهذا الخروج من الأزبكية للعباسية، ودي طبيعة الأمور. علشان كده مهم قوي وإحنا بنشوف الجزء ده من الشغل نتذكر هل الأمر مربوط بفكرة مكان بعينه، ولا المسألة بتروح لما هو أبعد من ذلك. خلوني أقول لحضراتكم أن هذه الكاتدرائية اللي قدامكم الكاتدرائية المرقوصية في العباسية شهدت تتويج كل من البابا شنودة الثالث والبابا توادروس الثاني علشان يعني يحمل رقم 118 كبابا على كرسي الكنيسة المرقوصية في العباسية. خلوني أروح لنيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية. يعني خليني أقول لحضرتك كل سنة ويعني نيافتك طيب والشعب المصري كله طيب. خليني أسمع من حضرتك يعني إيه شعورك ومصر كلها بتتوحد زي ما الكاتدرائية الأولى خرجت من الأزبكية عندما كبر الشعب إلى العباسية، اليوم الاحتياج يأتي للخروج من العباسية لأفق أرحب ومساحة أكبر، كيف ترون الأمر؟ نيافة الأنبا
طيب لو يعني خلونا نكمل، لان الحقيقه انا مهتمه شويه بالتفاصيل، عايزاكم تركزوا معايا فيها لو سمحتوا. زي ما قلنا كده الاحتياج فرض نفسه، خرجنا من منطقه الازبكيه لمنطقه العباسيه. خلوني اقول لحضراتكم انه بعد هذا الافتتاح وبعد 50 سنة الاحتياج بياتي مره اخرى. وإذا كانت الأمور في وقت الخروج من الأزبكية للعباسية يعني تمت بهذا التبرع بعدد من آلاف الجنيهات اللي قدمها الرئيس عبد الناصر، فالأمر جاء أيضا هذه المرة بطريقة تكاد تكون مشابهة تقريبا، لأنه الحقيقة وبعد 50 سنة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن تحت سقف الكاتدرائية المرقسية في العباسية بيعد شعبه بأنه اللحظة الآن بعد 50 سنة بتحتاج لمزيد من الاتساع في الأرض، ولن أنتظر حتى تطلبوها، فيقدمها هو على سبيل الهدية، ويبدأ التبرع ب100,000 جنيه تكون مناصفة بين خروج الكاتدرائية الجديدة والمسجد الجديد في العاصمة اللي بيتوق الشعب المصري للخروج إليها بمواصفات يعني العواصم الكبرى في العالم من شكل المعمار والبنية التحتية والاهتمام بكل هذه التفاصيل. إذن مطلوب كما قال السيد المسيح أن نكمل، وبالتالي مطلوب ألا نهتم فقط الشكل والصورة، ليأتي الرئيس ويقول علينا أن نعيش هذه التفاصيل. علشان كده الحكاية ما كانتش هي فكرة بناء الكاتدرائيات، لكن الحكاية بتروح لما هو أبعد من ذلك. تعالوا أحكي لحضراتكم بعض الأمور المهمة جدا، وهبدأها من حكاية أعتقد أنه مش كتير ممكن يكونوا واقفين عليها أو عارفينها، لأنه عندما جاء الاحتلال الإنجليزي لمصر أيام البابا كيرلس الخامس، الحقيقة وقف الاحتلال وقتها عاجز عن تفسير موقف هذا البابا العظيم كواحد من آباء الكنيسة المصرية، لأنه ببساطة البابا كيرلس الخامس ساند الثورة العرابية، ساند قائدها أحمد عرابي، لدرجة أنه أعلن أن الإنجليز ليسوا مجرد معتدين، لا دول أكتر من كده بكتير، لأنهم وصفهم بأنهم مكمن للخطر على أقباط مصر نظرا لأطماع الكنيسة الأسقفية الإنجليزية ونشاطها التبشيري في مصر. وده كان رأي قداسة البابا كيرلس الخامس. بعد الاحتلال فضل البابا كيرلس الخامس يعارض اللورد كرومر اللورد كيتشنر، والحقيقة يعني بشكل كبير جدا وقف في مواجهة الاحتلال الإنجليزي لحد ما قدروا يعني يستخرجوا أمر بنفي البابا كيرلس الخامس خارج مصر. لما رجع من المنفى في وقت ثورة 19 فورا ذهب إلى قيادات ثورة 19 وبارك هذه الثورة وأيدها، لدرجة أن سعد زغلول زعيم الأمة وقتها قال في الخطبة اللي ألقاها يوم 19/9/1923 قال كده بالنص: لولا وطنية الأقباط وبطريركهم كيرلس الخامس وإخلاصهم الشديد وحبهم لوطنهم لتقبلوا دعوة الأجنبي بجانبهم ولفازوا بالجاه والسلطان والمناصب الكبيرة بدلا من النفي والسجن والاعتقال، لكنهم فضلوا أن يكونوا مصريين مثلهم مثل باقي كل المصريين، يواجهوا هذا الاحتلال ويذوقوا ويلاته ويعني يعيشوا كل هذه الأمور. ده كان موقف البابا كيرلس الخامس الحقيقة، والقصة مهمة جدا ولازم تتشاف، لأنه رأس الكنيسة المصرية كان دوما جزء من طيار الوطنية المصرية، ودوما كان جزء داعم. يعني موقف المسيحيين المصريين من ثورة 30 يونيو ليس بموقف جديد، وإنما هو موقف قديم يتجدد وفقا لاحتياج الوطن ووفقا للحظة الوطن. ولما نتكلم عن قداسة البابا كيرلس الخامس، ده موقفه الثابت سواء من أحمد عرابي ودفع ثمنه وأيضا من ثورة 19. علشان كده الأصوات اللي أحيانا ممكن تتكلم بطريقة أنه يعني الأقباط بيدفعوا الثمن، دوما مصر كانت تدفع ثمن إرادتها، مصريين مسلمين ومسيحيين.
خلوني أرجع من البابا كيرلس الخامس واروح للقمص سيرجيوس، وهو القس والخطيب والثائر المصري اللي بيعد نموذج حي لمعاني الوحدة الوطنية، لأنه الحقيقة لم يهتم بكونه يعني قمص ولم يخشى أمر سلطاني، لأنه كان جزء من زعامات ثورة 19. عايز احكي لكم الحكايه دي لانها حكايه جميله جدا. الحكايه ببساطه ان سيرجيوس القمص سيرجيوس عندما اصدر مجله المناره المرقصيه في 1912 اصدرها بعد نفيه من مصر الى الخرطوم، وقتها كان وكيل لمطرانيه الخرطوم، اصبحت منبر لدعوه الاقباط والمسلمين لضروره الوحده الوطنيه، لكن غضب عليه الإنجليز وأمروا بعودته إلى مصر في 24 ساعة. لازم نعرف أن القمة سيرجيوس اللي خرج من سوهاج وسط كل الثائرين كان يشبه بخطيب الثورة عبد الله النديم، لأن ربنا وهبه لسان فصيح وجعله خطيب رفيع المستوى مفوه، إلى حد أن سعد زغلول في ثورة 19 أطلق عليه خطيب مصر وخطيب الثورة الأولى. لازم تعرفوا أن سيرجيوس ده هو اللي خطب في الأزهر لأكثر من مرة، اعتلى المنبر وخطب منه وأعلن أنه مصري أولا ومصري ثانيا ومصري ثالثا، وأن الوطن لا يعرف مسلم ولا قبطي بل مجاهدون فقط دون تمييز بين عمامة بيضاء وعمامة سوداء. وهو دي نفس الشخصية اللي تم يعني تقديمها في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة، الإعلامي الكبير والإذاعي الكبير الأستاذ ماهر مصطفى، والحقيقة اللي بيغذي يعني كل الأجيال اللي بتستمع لحكايات المحروسة بكل هذه المعلومات. أستاذ ماهر، خليني أعترف أن أنا اقتبست يعني هذه القصة وأنا أستمع لبرنامج حضرتك، ولازم يعني نعطي الحق لأهله، وبقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب وكل المصريين بخير يا رب، ويكون ميلاد يعني مميز، ميلاد مختلف. تحب نبدأ منين؟ من أي قصة من قصص تلاحم هذا الشعب اللي خلى أهل الشر طول الوقت مركزين إزاي يقطعونا، إزاي يفصلونا عن بعض؟ وانتوا طيبين أولا، وكل يعني مسيحي العالم طيبين، وكل أقباط مصر بخير وبسلام، والوطن المصري اللي بيجمعنا مسلمين ومسيحيين يكون في أحسن حالاته بل وفي القمة أمام كل دول العالم. دي كانت البداية اللي أحب أقولها وأهني بيها كل الشعب المصري، ودايما يا رب مصر تبقى بسلام. اللي عايز أقوله الحقيقة إن حضرتك، نعم اتفضل، أنا سامع حضرتك. اللي عايز أقوله إن حضرتك أفردت الحلقة من حكايات المحروسة زعتها الأسبوع اللي فات، وكان بمناسبة فعلا أعياد الميلاد واحتفالات مصر كلها بهذه المناسبة. القمص سيرجيوس عايز اضيف ان هو عاش 82 سنه من 1882 ل 1964. الراجل ده عاش 82 سنه لا تهدأ فيها اي سنه. كان هو والشيخ حسن القاياتي بيمثلوا وحده وطنيه عظيمه جدا وتتفرد بها مصر عن كل دول العالم. الوحده الوطنيه دي جسدها الاستاذ حسن الامام في فيلم بين القصرين اللي هو كتب قصته والسيناريو الاستاذ نجيب محفوظ، وفي نفس الوقت احداث الفيلم والانتاج الادبي الواقعي جدا كان ده شهاده لادبنا العظيم نجيب محفوظ انه يحوز على جائزه نوبل العالميه. ومن هنا قدرت مصر انها تحتل مكان في الادب العالمي عن طريق وحدتها الوطنيه. مش بس كده، انا عايز اقول ان القمص سيرجيوس خطب من على منبر مسجد احمد بن طولون، وكان ثلاث شهور بيمكث في مسجد الازهر الشريف، ولما نقي وراح وبعدوهم رفح هو الشيخ القياتي لم يكفوا عن كتابه رسائل للمندوب السامي البريطاني بيقولوا له فيها ان مصر اولا واخيرا، ومصر هي يعني تطير دائما وتحلق دائما على جناحي الوحده الوطنيه المسلمين والمسيحيين. اللي حضرتك افردت ليه ده شيء اسفل صدري جدا، وفعلا ارجو ان الاجيال كلها تعرف حقيقه وحدتنا الوطنيه، مش بس في ثوره 19،
قبل ثورة 19 من عهد الفاتح عمر بن العاص، لما عمرو بن العاص لما فتح مصر و يعني استقبل القصر اللي موجود كان قصر مينا، واستقبله وعرض عليه انه يكونوا في ايد واحده دايما، وده فعلا كان خلاص للمسيحيين من الاستعمار او التعذيب الروماني. تمام. هنا المسيحيين فتحوا ذراعيهم واستقبلوا هذا الفتح الاسلامي لمصر، ومن هنا فعلا كانت بدايه التقاء الوحده الوطنيه التي تصب في نهر الخلود. استاذ ماهر، ده كمان عظيم. بيوضح للاجيال دي، وحتى انا كمان معاهم بفهم انه اللقاء اللي جمع ما بين عمرو بن العاص والقس مينا نتائجه جعلت مسجد عمرو بن العاص في حضن يعني كل الكنائس المسيحيه اللي موجوده في مصر العتيقه. نعم نعم. والنهارده لما بنقول البابا كيرلس الخامس ده مشي وحمل الرايه منه البابا كيرلس السادس، الصور العظيمه اللي عرضتوها من شويه للبابا كيرلس السادس والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دي طبعا حضرتك الكنيسه اللي هي الكاتدرائيه تبرع لبنائها ب 5000 جنيه الرئيس جمال عبد الناصر. النهارده التاريخ بيعيد نفسه بعظمه مصر وتالق المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرع لبناء اول متبرعين لبناء جامع كبير جدا وكنيسه كبيره جدا في العاصمه الجديده. فالتاريخ النهارده بيقول ان زعماء مصر دائما دائما بيحتضنوا الوحده الوطنيه، مسلمين ومسيحيين ولا يوجد اي فرق. طيب خليني استاذن حضرتك، اذا كانت هذه هي النماذج اللي استحضرناها واللي حضرتك استحضرت لنا منها اسماء، ايه اللي لازم يتقال كرساله؟ يعني بعض الادبيات السياسيه اتكلمت انه مشهد ثوره 19 وما سبقها اللي حضرتك وضحته دلوقتي هو اللي خلى اهل الشر في العالم كله يبقوا عارفين ان الامه دي علشان يتم كسرها لازم جناحي الامه يتم يعني تمزعها بشكل او باخر. لازم ولادنا من جناحي الامه يسمعوا ايه؟ يعرفوا ايه؟ لان حضرتك شايف يعني تم اللعب بشكل كبير على مكونات الامه من المسلمين والمسيحيين. حابب اقول انه ولادنا او الاجيال او كل مصريين يعرفوا، وهم اكيد يعني ابا او عن جد يعرفوا انه التاريخ المصري فيه يعني مواد كثيره جدا بتعزز هذه الوحده الوطنيه. لو سالنا فين السومريين دلوقتي؟ فين الكنعانيين؟ هنلاقي ان مصر بجناحيها اللي هو تاريخ صادق بيتكلم عن مسلمين ومسيحيين بدون شيع، بدون احزاب، بدون فصائل. النهارده مصر بتضرب نموذج رائع جدا جدا لتماسك المجتمع. النهارده العالم كله في حاجات كثيره منقسمه، ولو سالنا فين الفصائل في الحاجات دي؟ لكن مصر متوحده، ومصر بتخطو هذه المصاعب التي تلقى في طريقها. النهارده زي ما بقول لحضرتك الزعماء المصريين ورؤساء مصر يتسلموا القياده، ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي ابدا. النهارده كلنا بالليل النهارده هنشوف القداس، قداس عيد الميلاد موجود وبيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبا الى جنب كما وعد في العام الماضي انه هيحضر الاحتفال السنه دي بافتتاح الكاتدرائيه الجديده ويقام فيها اول قداس. اذا حصل وعد بالرئيس السيسي النهارده بينفذ هذا الوعد وينجز هذا الانجاز العظيم. بالظبط، بيفي بالوعد. بشكرك شكرا جزيلا صاحب حكايات المحروسه، يعني دائما ما تمتعنا. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا الاذاعي الكبير الاستاذ ماهر مصطفى. يعني احنا النهارده بنعرف مع بعض التفاصيل المهمه جدا، انه اثناء يعني الفتح الاسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص جمعوا اللقاء مع القس مينا، واللي يعني بشكل او باخر كان في نوع من التوافق والحمايه المباشره من بعض يعني الاضطهادات اللي كان مازال بيتعرض اليها الشعب المصري المسيحي في ذلك الوقت، وده اللي بيفسر ليه احتضن
يعني جامع عمرو بن العاص مع الكنيسة المعلقة مع كل مجموعة الكنائس الصغيرة القديمة اللي موجودة هناك وحصن بابليون. مهم جدا واحنا بنبص مع أولادنا على اللحظات دي ان احنا نقف على ده. زي ما قال أستاذ ماهر، المسألة في التاريخ مش إن واحد يبقى محضر في حاجة فيطلع يقول لنا كلام مختلف. المسألة إن كل ما المصريين كانوا بيحلموا بالتغيير كان دايما جناحي الأمة بيقودوا المشهد، سواء مع أحمد عرابي، سواء في ثورة 19. وإدينا لحضراتكم الرموز، ولو قلنا قداسة البابا كيرلس الخامس هنقول إن كل الآباء اللي جلسوا على المقعد الباباوي في مصر كان ليهم دور، لأن الكنيسة المصرية دوما ما تحسب على الحركة الوطنية المصرية، وإنه دايما كان الخروج من الحيز الصغير بداية من الأزبكية وفقا لنمو الشعب، لأن الكاتدرائية بوصفها المقر لإقامة البطرك لإقامة البابا كانت دوما هي المكان اللي ممكن يقدم الخدمات والرعاية لكل الشعب، مش فقط رعاية الأسر المسيحية المحيطة به بوصفه مكان العبادة يعني الكنيسة. وعلشان كده يعني ان مع التطور اللي بيحصل ومع التجديد ومع زيادة العدد يبقى الطبيعي زي ما بندور على عاصمة مختلفة بنروح كمان علشان نؤرخ ونؤصل لهذه اللحظة واحنا بننتقل الى المساحة الاكبر. فكما مطلوب ان يكون في جامع يعني يعبر عن هذه المرحلة، أيضا الجناح الآخر للأمة هو الكنيسة، والكنيسة هنا تحمل الصفة الأكبر فتكون الكاتدرائية. علشان كده مع كل المشاهد اللي تابعتوها من استعدادات كنيسة الميلاد الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وإقامة القداس التجريبي استعدادا لقداس انتهاء صيام الميلاد مع منتصف ليل اليوم، يعني كل شيء بيقول إن مصر بإيد ربنا بعون ربنا وبكنيستها وبالجامع بتاعها قادرة تكمل وقادرة تمشي لقدام، وإن ده بيقول بشكل مباشر إن البلد دي ليه طول الوقت اللي بيبقى عندهم شعور بهذا التدين بيقدروا بهدوء نفسي يقولوا أن هذه البلد تعبر وأنها تتحرك للأمام، وإن ده ببساطة بيخلينا نقول إن إحنا الدولة الناجية. حضراتكم شفتوا صورة أهل المسجد ده أثناء الإنشاء، وامبارح كمان كان في إقامة صلاة الجمعة فيه، ونفس الأمر على يعني الكنيسة اللي بتستعد لأنه مصر بتعيش بجناحيها دي طبيعتها هو ده دورها. علشان كده دوما كنت بقول مع حضراتكم من 30 يونيو إن دي بلد هوية الدين، عمري ما قلت هوية أي دين، لأن الدين عند الله هو كل دين، القبول بوحدانيته ده أول الأمر، الامتثال لمكارم الأخلاق يعني إزاي نتعامل معا. علشان كده الحقيقة وإحنا بنستعرض هذا النموذج ومع كل نماذج الآباء اللي اعتلوا هذا الكرسي الباباوي كان مهم جدا جدا نبص على البابا توادروس، لأنه الحقيقة يعني البابا توادروس عنده ميزات كتيرة جدا جدا، يعني لازم نبقى واخدين بالنا أنه عنده ما يميزه. طيب خلونا نسمع ما يميزه من أسقف نقادة وقوص الأنبا بيمن، يعني نيافة الحبر الجليل. خليني يعني أقول لحضرتك كل سنة وانت طيب وكل المصريين بخير يا رب، ويعني ندخل نصلي بقلب مفتوح للقداس وربنا يعني يساعد بلدنا وتطلع لقدام. عايزة أسأل حضرتك، إحنا مع كل زيادة في عدد الشعب طلعنا من الأزبكية للعباسية ونستعد بعد ساعات إلى يعني المكان الجديد كاتدرائية الميلاد الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ما الذي يعني نريد أن نقوله بذلك؟ في الأول مساء الخير، وكل سنة ومصر كلها بخير وكل المصريين بخير. والحقيقة يعني يوم مبهج ومفرح في عيد ميلاد السيد المسيح في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة
فرحة كبيرة، وزي ما حضرتك كنت بتقولي مصر للقدام وللأمام إن شاء الله على طول بقيادتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجناحين قدس البابا طوادروس بمناسبة العيد وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبكل الشعب المصري بكل أطيافه بكل المسؤوليه بكل الشعب اللي فيه، شعب عظيم وأعماله عظيمة وقيادته رائعة، ويعد ويفي في كل المواعيد اللي جالها. تحية لسيادة الرئيس وتحية لكل الشعب المصري وتحيا مصر. ربنا خليك. خليني نيافة الحبر استوضح من حضرتك بعض الصفات للبابا طوادروس لمن لم يعني يقترب منه او يعرفه من السادة المشاهدين، خاصة ان احنا بنقول ان كل الاباء اللي رسموا على الكرسي الباباوي في مصر كانوا منحة من الله كلهم في وقته. كيف نقرأ شخصية البابا طوادروس في هذه المرحلة الحرجة؟ قدس البابا طوادروس شخصية هادية جدا، مرتب ومنظم، واخد باله من كل كلمة بيقولها، بيدوق الكلام بتاعه قبل ما يقوله. قدس البابا محب جدا للسلام، محب جدا للنبوغ وكل ما هو ينمي الإنسان. قدس البابا طوادروس بيتبنى فكر المعرفة الإيجابية اللي تنمي الشعب، عشان كده هو مهتم بالتعليم بكل أجنحته بكل نواحيه، ودايما يقول التعليم والدراسات أول بأول، وده ميزة رائعة جدا طبعا. حقيقة اللحاق برتب الحضارة والتقدم في كل النواحي، حتى الأمور الروحية مطلوب أنها تبقى مرتبة ومنظمة. فالله أعطى لنا مواعيد لكل شيء، وكل شيء مرتب ومنظم، وإحنا علينا أن احنا نبقى مرتبين ومنظمين وملتزمين. الالتزام في الوقت، تحقيق الشيء في ميعاده وفي أوانه. نيافة الحبر أنا بحس أنه هو عنده سماحة جميلة جدا، بحس أنه صبور، أنه يعني لديه إدراك بأن اللحظة مليئة بتناقضات كثيرة، يعني على الكبير أن يتحمل بعض التجاوزات من الصغير اللي محكوم ببعض الحماس أو الاندفاع. هل هذا الشعور حقيقي؟ هو شعور حقيقي جدا، وكل من يسكن في قلبه الله القدوس وعنده هذا الإيمان على طول يبقى انعكاس طبيعي لحياته، إنه كل شيء يبقى هادي وعنده حب وعنده سماحة غير عادية غير محدودة يعني. طيب. فعلاً. ربنا خليك. أنا عارفة كمان حضرتك مقرر لجنة الأزمات في المجمع المقدس، خلينا نطمن على بعض المصابين وبعض الأسر علشان نقدر نفرح فرحتنا بميلاد السيد المسيح تكون فرحة مشتركة بيننا كلنا. هو الحقيقة يعني طبعا يعني تحية لكل دم ذكي أريق في أرض مصر، تحية ليهم، وإحنا بيهم بنتقدم لقدام، وربنا ما يسمحش لحد تاني ولا دماء تانية تراق في أرض مصر. والمصابين بنصلي ليهم إن ربنا يشفيهم كلهم ويرجعوا لبيوتهم صالحين أصحاء كده. وإحنا يعني الحمد لله نشكر الله ان المسؤولين على قدر المسؤولية في تقديم المساعدات من معاش استثنائي من كل شيء يعني، والمساعدات الشهرية وكده، وان كان احيانا بيبقى في بعض البيروقراطية. بطالب ليلة العيد من خلال اونلاين انه يعني ان شاء الله كل المسؤولين واحدتهم حتى الحلوان ان شاء الله كل حاجه تبقى ماشيه كويسه، وربنا يفرح كل القلوب في مصر لكل الشعب المصري. يعني كل الامنيات الطيبه، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك بالف خير. الانبا بيمن اسقف نقاده وقوس. خلوني اخرج فاصل سريع ونرجع نكمل، لانه الحقيقه الزاويه اللي احنا بنشتغل بيها هي زاويه بين السطور، واحنا دايما معنيين باللي ممكن يبقى منسي او ما حدش انتبه ليه كتير. عندنا تفاصيل تانية كتيره، خليكم معانا لبعد الفاصل.